السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتناول في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى الخواص والتغيرات الفيزيائية. الخواص والتغيرات الفيزيائية، أهداف هذا الدرس التي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نحققها: واحد، تعرف الخواص الفيزيائية للمادة. اثنين، تفسر سبب اختلاف الكثافة بين المواد التي تختلف في كتلتها. ثلاثة، تصف حالات المادة المختلفة. أربعة، تحدد أثر تغير درجة الحرارة على المواد. خمسة، وأخيرا، تصف المواد بناء على خواصها الفيزيائية. هذه الأهداف سوف نحققها في هذا الدرس. الخواص والتغيرات الفيزيائية، ما الذي يقوم به هذا الشخص؟ ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون يعمل هذا الشخص؟ كل يتوقع ويخمن. ماذا ترون؟ هيا جوري، هيا ربيع، هيا إيمان. ربيع، أحسنت، قد يكون يقيس طول المكعب مثلا. جوري يكتشف، أحسنتي. جوري يبحث، ممكن. إيمان استخدم المكبر اللي هو العدسة للكشف مثلا. إيمان يبحث أو يدون أو يفكر، أحسنتي إيمان. إذن جميع إجاباتكم صحيحة. قد يكون هذا الشخص يعمل أو يقوم بالتعرف على خصائص المواد، وقد يقيس أو يصنف المواد إلى أقسام مختلفة. طيب، عند القيام ببعض التجارب في المختبر فلا بد من استخدام قواعد السلامة. لماذا تلاحظون هذا الطالب استخدم قواعد السلامة اللي هو النظارات العازلة، كذلك الماسك، وأيضا القرفص اللي هو القفازات؟ ما هو السبب؟ أحسنتم، السبب ربيع يقوله عشان الحماية، وإيمان تقول لأنها خطرة عند لمسها. أحسنتم، لأن بعض المواد الكيميائية تكون خطرة عند لمسها أو تذوقها أو شمها، لذلك عند القيام ببعض التجارب في المختبر فلا بد من استخدام قواعد السلامة. قواعد ماذا؟ السلامة. لنأخذ هذا المكعب أو هذه المادة مثلا، هذه مادة وليكن أي مادة، ما راح أحدد. لماذا قلت عن هذه، عن هذا الماء، عن هذا الشيء أنه مادة؟ من يستطيع أن يعرف المادة؟ من يستطيع تعريف ماذا أقصد بالمادة؟ متى أطلق على شيء مادة؟ أحسنتي يا إيمان، هي كل ما يشغل، كل ما له كتلة ويشغل حيزا. إذن هذا تعريف المادة، أكتبها هنا. المادة هي كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة، وله ايش؟ كتلة. فلو اخذت مادة الحديد مثلا، قلت ان هذه مادة وليكن حديد، وليكن ماذا؟ حديد. من يعطيني بعض الخواص لهذه المادة؟ اللي هو الحديد بشكل عام. أعطيتك مادة حديد وقلت لك أوصف لي هذه المادة، أوصفي لي هذه المادة. من يوصف لي هذه المادة؟ مثلا يعطيني كمساعدة وأقول لك هنا يا سلام عليك،
واحد لونها أسود، غيره، من يعطيني باب؟ أن لها مكان، أنها مادة، صحيح، ولكن أبي خاصية أو صفة أخرى. لها كتلة، أو مثلا تعطيني كتلتها كذا كيلو جرام، مثلا لها كتلة. ثلاثة، أحسنت، لها حجم. أربعة، أحسنت، لها كثافة. يا سلام عليك، لها وزن أو له وزن، ممتاز، لها شكل أيضا. شو نقول؟ حالتها ماذا؟ حالتها ماذا؟ يا سلام، صلبة. أحد يستطيع أن يعطيني أيضا؟ هل لها درجة غليان خاصة بها ولا لا؟ غليان، وأيضا لها درجة انصهار، يا سلام. طيب، تلاحظون هذه جميعها صفة للحديد، صفة للحديد، فنقول عنه أنها خواص الحديد، خواص الحديد، خواص الحديد. طيب، تعرفنا على خواص الحديد، هذه جميعها أستطيع أن أقول عنها أنها خواص فيزيائية، أستطيع أن أقول عنها أنها خواص فيزيائية، خواص ماذا؟ فيزيائية للمادة، للمادة. طيب، أبي تعريف ماذا أقصد بالخواص الفيزيائية للمادة؟ أبي بس بذكر نقطة، بعد ذلك أنتم راح تستنبطوا التعريف. شباب، لو كان عندي مادة حديد، لو كان عندي مادة حديد، غيرت لونه، صبغت بلون أبيض، هل غيرت في تركيب الحديد نفسه؟ هل غيرت في تركيبه الأصلي؟ لا. طيب، جيت لمادة الحديد وغيرت كتلته، يعني مثلا قصيت الحديد إلى نصفين، صار عندي نصفين، هل كتلة النصف عادل كتلة ال هل هنا غيرت تركيبه ولا ظل كما هو حديد لما قسمته إلى نصفين؟ كما هو. طيب، جيت وغيرت حجمه، صغرت حجمه، هل راح يتغير نوع الحديد، تركيبه، نوعه؟ لا. طيب، لو غيرت وزنه، هل راح يتغير الحديد؟ لا. إذا من يستنتج لي الخواص الفيزيائية للمادة من خلال النقطة التي ذكرتها؟ اللي عنده تعريف يكتبه عن طريق الشات، اللي عنده تعريف يكتبه عن طريق الشات. إيمان تقول دون تغير في تركيبها الأصلي، هذا جزء من التعريف. جوري تقول لا يتغير تركيبه، فقط شكله أو وزنه، يعني في خصائصه، يعني في خصائصه. نعم، تعريف الخصائص فيزيائية للمادة. طيب، هذه الأشياء، الوزن والكثافة والحجم والكتلة واللون، هذه جميعها يمكن ملاحظتها أو قياسها، يمكن ماذا؟ ملاحظتها أو قياسها. طبعا اللون يلاحظ بالنظر، الكتلة تقاس، الحجم يقاس، الكثافة تقاس، الوزن يقاس، الشكل يلاحظ أو يقاس، الشكل يلاحظ أو يقاس، يلاحظ، أحسنتم، حالة المادة يلاحظ أو يقاس،
يلاحظ، أحسنتم، درجة الغليان ودرجة الانصهار تلاحظ أو تقاس. تقاس. فالخواص الفيزيائية يمكن ملاحظتها أو قياسها. هذه جميعها خواص فيزيائية. فهذه الخواص لو تلاحظون أنه تمت ملاحظتها أو قياسها. وهذه الخواص لا تحدث تغيير في التركيب الأصلي للمادة. في التركيب الأصلي للمادة. لذلك ممكن أن نستنتج التعريف كالتالي. نرجع هنا، الخاصية الفيزيائية هي خاصية للمادة يمكن ملاحظتها أو قياسها دون إحداث تغيير في تركيب المادة الأصلي. تلاحظون فعلا أخذنا كمثال مادة وهي حديد، عن طريق الملاحظة والقياس استطعنا استنتاج بعض الخواص الفيزيائية لمادة الحديد. ماذا أقصد بالخواص الفيزيائية للمادة؟ هي كالتالي، هي خاصية يكتبه عن طريق الشاذ، اللي عنده تعريف يكتبه عن طريق الشاذ. إيمان تقول دون تغير في تركيبها الأصلي، هذا جزء من التعريف. جوري تقول لا يتغير تركيبه فقط شكله أو وزنه، يعني في خصائصه، يعني في خصائصه. نعم، تعريف الخصائص فيزيائية للمادة. طيب، هذه الأشياء الوزن والكثافة والحجم والكتلة واللون، هذه جميعها يمكن ملاحظتها أو قياسها. يمكن ماذا؟ ملاحظتها أو قياسها. طبعا اللون يلاحظ بالنظر، الكتلة تقاس، الحجم يقاس، الكثافة تقاس، الوزن يقاس، الشكل يلاحظ أو يقاس. الشكل يلاحظ أو يقاس. يلاحظ، أحسنتم. حالة المادة يلاحظ أو يقاس. يلاحظ، أحسنتم. درجة الغليان ودرجة الانصهار تلاحظ أو تقاس. تقاس. فالخواص الفيزيائية يمكن ملاحظتها أو قياسها. هذه جميعها خواص فيزيائية. فهذه الخواص لو تلاحظون أنه تمت ملاحظتها أو قياسها. وهذه الخواص لا تحدث تغيير في التركيب الأصلي للمادة. في التركيب الأصلي للمادة. لذلك ممكن أن نستنتج التعريف كالتالي. نرجع هنا، الخاصية الفيزيائية هي خاصية للمادة يمكن ملاحظتها أو قياسها دون إحداث تغيير في تركيب المادة الأصلي. تلاحظون فعلا أخذنا كمثال مادة وهي حديد، عن طريق الملاحظة والقياس استطعنا استنتاج بعض الخواص الفيزيائية لمادة الحديد. ماذا أقصد بالخواص الفيزيائية للمادة؟ هي كالتالي، هي خاصية المادة يمكن ملاحظتها أو قياسها دون إحداث تغيير في تركيب المادة الأصلي. أحد عنده سؤال؟ تمام. تلاحظون هذه الخواص التي استنتجتوها أنتم قبل قليل، بعضكم قال الشكل، بعضكم قال اللون، بعضكم قال الكثافة، بعضكم قال الحجم، بعضكم قال الكتلة، والبعض الآخر قال الطول، وأيضا درجة الغليان ودرجة الانصهار وحالة المادة. هذه جميعها خواص فيزيائية للمادة. إذا أعطيتك أي مادة وقلت لك أعطيني الخواص الفيزيائية لها، تعطيني الأشياء هذه، تقول لي ما هو شكله، ما هو لونه، ما هو كثافته، ما هو حجمه، ما هو كتلته، ما هو طوله. ولو تلاحظون هذه بعضها يقاس وبعضها يلاحظ، بعضها يقاس وبعضها يلاحظ. إذا حدث تغيير في هذه الأشياء، في هذه الخواص، فهل نعم، هذه خواص فيزيائية فقط. هذه خواص فيزيائية لأي مادة، لأي مادة، سواء كانت حديد أو خشب أو ماء أو نحاس أو بلاستيك. نعم، الفيزيائي لا يتغير تركيبه،
هل لو غيرنا لون مادة من المواد هل يتغير تركيبها؟ الكيميائي لا، فقط يتغير خاصية واحدة من الخواص الفيزيائية وهو اللون، لكن التركيب المادة تبقى كما هي، حديد يبقى حديد، ماء يبقى ماء. الشكل لو غيرت، لو جبت لك حديد مربع مكعب وحديد اسطواني، هل هنا تغير تركيب الحديد نفسه؟ هل تغير تركيب الحديد نفسه؟ لا، فقط تغير الشكل، والشكل احد الخواص الفيزيائية، وشكل هي احد الخواص الفيزيائية، فنقول تغير في الخواص الفيزيائية دون تغير في التركيب الأصلي. نعم يا إيمان، صحيح. طيب، ذكرت لي المادة قبل قليل، كلما له كتلة ويشغل حيزا. من يعطينا أمثلة على المواد من حولك؟ شيء يطلق عليه مادة. الهواء، أحسنت. الكرسي، الطاولة، التلفاز، الباب، السرير، أحسنتم. هذه جميعها نطلق عليها مواد، نطلق عليها مواد. وطبعا المواد دائما ندركها بحواسنا، سواء بحاسية السمع أو التذوق أو اللمس أو الشم أو إيش النظر أو النظر. جميع المواد التي ذكرتوها لي راح تدركها بأحد الحواس هذه، قد يكون كل الحواس، قد يكون بعض الحواس، قد يكون بعض الحواس. ناتي لدراسة خاصيتان من خواص الفيزيائية، وهي اللون والشكل، وهي اللون والشكل. هذه خواص فيزيائية للمادة. السؤال هنا، ما الاختلاف بين القارورة الأولى والقارورة الثانية؟ ما هو الاختلاف بينهما؟ جوري تقول الطول، أحسنت. إيش بعد؟ اللون، يا سلام عليك. وكذلك الشكل، وكذلك الحجم. يبي نركز هنا على، طيب الحين ذكرت الاختلاف بينهم، طيب ما هو التشابه بينهما؟ من يقول لي ما هو التشابه بينهما؟ ذكرت له الاختلاف كان صحيح. يا سلام عليك يا جوري، كلاهما بلاستيك. يا أختي إيمان، كلاهما بلاستيك. هل صحيح إيمان تركيب المادة الأصلي وهو جميعهما مصنوعة من البلاستيك، لذلك التركيب المادة متشابهة نفس بعض. وكذلك جوري كلامها صحيح، اختصرت الكلام جوري وقالت كلهم بلاستيك، كلهم بلاستيك. طيب، عرفنا الاختلاف اللي هو اللون والشكل والحجم، وعرفنا التشابه، وعرفنا التشابه ان جميعهما لهما نفس التركيب الكيميائي، نفس التركيب المادة الكيميائي. طيب مثلا بفرض، مثلا اعدنا تدوير هذه القارورة، عدنا تدويرها او عدنا تشكيلها وخليناها مثل هذا الشكل، خليناها مثل هذا الشكل، ما الذي تغير هنا؟ ما الذي تغير؟ الحجم، يا سلام، والطول، وايضا ماذا؟ الكتلة، الوزن. يكفيني انا، يكفيني اللون والشكل، يكفيني اللون والشكل. هنا تغير اللون والشكل، هنا تغير، نقول هنا تغير اللون والشكل. طيب اللون والشكل، اذا تغير اللون والشكل فماذا نقول هنا باختصار؟ ما هو الشيء الذي تغير؟ اللون والشكل. واللون والشكل احدى ماذا؟ اللون والشكل احدى ماذا؟ احدى الخواص الفيزيائية. فنقول انهما حدث له، ان القارورة الاولى حدث لها تغير ماذا؟ ما نوع التغير؟ يا سلام عليك يا عبد الرحمن، يا سلام عليك، حدث لا تغير. أحسنت يا غنى، وأحسنت يا إيمان.
بما أن حدث تغير في إحدى الخواص الفيزيائية فنقول حدث تغير فيزيائي، حدث تغير فيزيائي. إذا من يستطيع تعريف، يستطيع أن يعرف لي ما هو التغير الفيزيائي للمادة؟ يكتب عن طريق الشات. من يستطيع كتابة تعريف التغير الفيزيائي من خلال الشرح الذي ذكرته قبل قليل؟ أحسنت يا إيمان، هو تغير الخواص الفيزيائية ولكن هوية المادة الأصلية تبقى كما هي. وأخت عبير تقول تغير في خواص المادة دون تغير في تركيبها، دون تغير في تركيبها. أحسنتي. مرة ثانية بشكل سريع، أنا قلت لما سويت إعادة تدوير أو إعادة تشكيل القارورة الأولى وخليتها مثل القارورة الثانية، هنا تغير اللون وتغير الشكل، واللون والشكل إحدى الخواص الفيزيائية، فأستطيع أن أقول أنه تغير، حدث تغير في الخواص الفيزيائية. ماذا أقصد فأقول التغير في الخواص الفيزيائية هو تغير فيزيائي، هو تغير فيزيائي. فماذا أقصد بالتغير الفيزيائي؟ هو تغير في الخواص المادة. هل التركيب اختلف ولا ظلت كما هو بلاستيك؟ ظلت كما هي بلاستيك، لذلك هوية المادة ظلت كما هي. وهذا ما ذكرت لي الأخت إيمان، التعريف التغير الفيزيائي هو تغير الخواص الفيزيائية ولكن تركيب المادة الأصلي تبقى دون تغيير. إذا حدث تغير في أحد الخواص، في أي خواص فيزيائية للمادة، أقول أن المادة حدث لها تغير فيزيائي، بشرط أن هوية المادة، أن هوية المادة تبقى كما هي. بلاستيك يبقى بلاستيك، حديد يبقى حديد. فلو مثلا هنا كان عندي، مثلا هنا كان عندي قطعة حديد بهذا الشكل وقطعة حديد أخرى بهذا، صهرت الحديد وخليتها مثل هذا الشكل، هل هنا حدث تغير فيزيائي أو لا؟ هل هنا حدث تغير فيزيائي أم لا؟ نعم. ما هو السبب؟ ليه قلت تغير فيزيائي؟ لماذا؟ لأن تغير إحدى الخواص وهو الشكل والحجم، ولم يتغير، ولم يتغير ماذا؟ أحسنت، ولم يتغير التركيب الكيميائي للمادة. أحسنت يا عبير. هنا ما هو الفرق بين هذه القطعة وقلم الرصاص؟ أحسنت، الطول، هل الطول إحدى الخواص الفيزيائية؟ نعم، الطول يقاس أو يلاحظ؟ يقاس. فدائما الخواص الفيزيائية قلت لك يا تقاس يا تلاحظ، يا تقاس يا تلاحظ. فالطول إحدى الخواص الفيزيائية وهو يقاس، وهو إيش؟ يقاس. ناتي للكتلة. افرض ان هذه بغيرها، خليها كرة فلين، كرة من فلين، واكتب هنا فلين. ما هو الفرق بين كرة البولينج وكرة الفلين؟ ان يعطيني الفرق بينهما. ربيع يقول البولينج اثقل اكبر كتلة، عبير تقول البولينج اثقل، ايمان ان كرة البولينج حديد. ممكن، صحيح، هنا الاختلاف في التركيب. احمد في اللون، احسنت. عبد الله ما واضح وش اللي اخذ، هل تقصد قياسها ام ماذا؟ طيب، عند حمل كرة القدم وكرة كرة الفلين وكرة البولينج ايهما اكثر كتلة؟ الشكل نفس الشيء، الشكل يا ربيع اللي هو الشكل كروي، راح يكون البولينج اكيد اكبر كتله. فماذا اقصد بالكتله هنا؟
ليش الحديد أكثر كتلة من كرة الفلين؟ لماذا؟ الحجم نفس الحجم تقريبا، الحجم نفس الحجم تقريبا، لماذا كتلة الحديد كتلة كرة البولينج أكبر من كتلة كرة الفلين؟ أحسنت إيمان. طبعا طبعا يا شباب، يا إخواني وأخواتي، عند حمل كرة القدم كرة الفلين وكرة البولينج راح تكون كتلة كرة البولينج أثقل. وذكرت ماذا أقصد بالكتلة، ذكرت لي الأخت إيمان أن الكتلة تصف، بالكرة هنا تصف كمية المادة. بتعريف آخر، كتلة المادة أقدر أقول مقدار ما في ذلك الجسم من مادة. ركز معي في تعريف الكتلة لأنه يختلف عن الوزن. بعضكم يتوقع أن الكتلة هي نفسها الوزن. الكتلة ليست وزن، الكتلة ليست وزن. لما أقول كرة البولينج كتلتها أكبر من كرة الفلين، معناته كأني أقول أن كرة البولينج فيها مقدار من المادة أكثر من كرة الفلين، من كرة الفلين. فهنا كرة البولينج ثقيلة، معناته كرة البولينج كتلتها كبيرة، معناته أن مقدار ما فيها من مادة كبير، أو مقدار ما في ذلك الجسم من مادة كبير. وهنا كرة الفلين كتلتها صغيرة، معناته مقدار ما في كرة الفلين من مادة قليل. وفعلا لما تقسمها بالنصف هنا، لما تقسمها بالنصف هنا وتقسم هنا بالنصف، وتلاحظ في المنتصف هنا، تلاحظ أن كرة البولينج مصمتة، يعني ما فيها فتحات من الداخل، لذلك المادة فيها كثير. أما هنا كرة الفلين لو تفتحها تلاحظ فتحات في المنتصف، هذا يدلك على أن مقدار ما فيها من المادة كبير أو قليل. قليل، هذا المقصود بالكتلة، هذا المقصود بالكتلة. إذا الكتلة كما ذكرت لي الأخت إيمان وكتبت أنا قبل قليل، تصف أن الكتلة تصف كمية المادة في جسم ما. تلاحظ داخل كرة البولينج هناك المادة داخلها كثيرة، أما الفلين فالمادة فيها قليل، المادة فيها قليل، بالتالي نقول عن كتلة البولينج أكبر من كتلة الفلين. نعم الكتلة هي أحدى الخواص الفيزيائية للمادة. طبعا أنا ما ذكرت الفرق بينهم من ناحية التركيب، ما ذكرت الفرق بينهم من ناحية التركيب، أنا ذكرت فقط من ناحية الكتلة، من ناحية الكتلة. ما قلت لك ما نوع مادة كرة الفلين وما نوع مادة كرة التركيب، يعني النوع، نوع المادة، هل هو حديد، هل هو ماء، هل هو خشب، هل هو هكذا. هذا أقصد بتركيب المادة، نوعها، تركيبها يعني نوعها. واضح يا ياسر؟ إيمان، هل هناك سؤال؟ طيب الكتلة، الكتلة إحدى الخواص الفيزيائية وهذا متفقين عليه. هل الكتلة تقاس أم تلاحظ؟ تقاس. طيب إذا أيهما أكبر كتلة، كرة البولينج أم كرة الفلين؟ كرة البولينج. لماذا كرة البولينج كتلتها أكبر؟ لماذا؟ بسبب أن كرة البولينج، بسبب أن مقدار ما في كرة البولينج من مادة كبير، أما مقدار ما في كرة الفلين من مادة قليل. فدائما الكتلة تصف كمية المادة في جسم ما. فإذا قلت لك الجسم، جسم ما كتلة كبيرة، معناته مقدار ما فيه
ما في ذلك الجسم من مادة كبير. ممكن صحيح يا عبد الله لأنها أكبر كثافة، لأنها أكبر كثافة. زين؟ هذا باختصر كلامي، لأنها أكثر كثافة، أكبر إيش؟ كثافة. طيب، وضحت؟ طيب، ننتقل للحجم، ننتقل للحجم. يقصد بالحجم مقدار الفراغ أو الحيز الذي يشغله الجسم. يشغله الجسم. فلو أعطيتك مثلا هذا المكعبين، هذا مكعب ومكعب آخر، مكعب آخر، أيهما يشغل حيزا أكبر، المكعب الأول أم المكعب الثاني؟ لذلك نقول عن الأول أن حجمه ماذا؟ نقول عن الأول أن حجمه أكبر، أن حجمه أكبر. هذا يقصد بالحجم مقدار الفراغ أو الحيز الذي يشغله الجسم. يشغله إيش؟ الجسم. فاكتب هنا حتى تكمل السؤال: التغير الفيزيائي. من يستطيع أن يجب على السؤال؟ تفضل يا أحمد الرشيدي، القلم لك. راح أوقف الشات قليلا حتى يجيب. التغير الفيزيائي هو خاصية للمادة يمكن ملاحظتها وقياسها دون إحداث تغيير في تركيب المادة الأصلي. أحسنت، إجابة صحيحة، يعطيك العافية على هذه الإجابة. سائل النجمة. طيب، شاهد وتعلم. راح أعرض عليكم الآن، راح أعرض عليكم مقطع فيديو، ركز فيه، بعد ذلك راح نتناقش في هذا المقطع. لاحظ عندي ثلاث مواد: مادة غازية ومادة سائلة ومادة صلبة. لاحظ الغاز تأخذ شكل الوعاء الذي تحبس فيه، لاحظ حركة الجزيئات، لاحظ أن الجزيئات في الغاز تتحرك بسرعة، تتصادم فيما بينها، تلاحظ أن جسيماتها متباعدة جدا، لذا هي قابلة للانضغاط. لاحظ أن الإناء عندما يفتح فإن الغازات تنتشر، وقوة التجاذب بين جزيئاتها ضعيفة جدا، لذلك الجزيئات تنتشر. لاحظ هنا السائل حالة جزيئاته، لاحظ تنزلق الجزيئات بعضها على بعض، ليس له شكل ثابت. تلاحظ أن الجزيئات قادرة على الحركة، وهو غير قابل للانضغاط وقابلة للتمدد. لها صفة الجريان، تلاحظ الجزيئات عندما يسكب السائل فإن السائل سوف يجري وتنزلق الجزيئات بعضها على بعض. هنا الحالة الصلبة لها شكل وحجم ثابت، لأن جزيئاته متماسكة، قوة التجاذب بين الجزيئات قوية جدا، غير قابل للانضغاط وقابل للتمدد. طيب، راح أزيد الوقت قليلا. الجميع شاهد المقطع؟ الجميع شاهد المقطع؟ نعم. طيب، راح أسألك بعض الأسئلة. المادة الغازية هل لها جزيئات أم ليس لها جزيئات؟ نعم، لها جزيئات. طيب، هل المادة الغازية تحتفظ بشكلها وحجمها؟ هل تحتفظ بشكلها وحجمها؟ لا، أحسنتم، لا تحتفظ لا بشكلها ولا بحجمها. فلو وضعت غاز في هذا المكعب من ثم وضعته في هذه الأسطوانة، فسوف يأخذ الغاز شكل الأسطوانة، وإذا وضعته في إناء مكعب سوف يأخذ نفس شكل الإناء الذي يحبس فيه. طيب، ما نوع حركة جزيئاته؟ هل انتشارية ولا انزلاقية ولا اهتزازية؟ احسنتم، انتشارية، حركة جزيئات الغاز انتشارية. لذلك لو فتحت هذه الأسطوانة الغاز،
وسوف ينتشر الغاز بسبب ان الجزيئات لها خاصية الانتشار، سوف ايش؟ ينتشر هذا الغاز. طيب، قوة التماسك بين الجزيئات قوية ولا ضعيفة جدا؟ قوة التماسك بين الجزيئات ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. قوة التماسك بين الجزيئات، قوة التجاذب بين الجزيئات ضعيفة جدا، لذلك ينتشر بسهولة. لو كان قوة التجاذب بين الجزيئات قوية ما استطيع الانتشار، لكن بما أن قوة التجاذب بين الجزيئات ضعيفة جدا فيستطيع الانتشار. طيب، ننتقل للماء أو للحالة السائلة، آسف، سواء كان ماء ولا عصير أو أي مادة سائلة، هل تحتفظ بشكلها؟ يعني لو وضعت الماء في هذا الإناء ثم وضعته في هذا الإناء، هل يحتفظ بشكله؟ لا. طيب يحتفظ. هذا السائل هل له جزيئات ولا لا؟ هل يمتلك جزيئات؟ نعم. طيب، هل الجزيئات متحركة ولا ثابتة؟ متحركة. طيب، لو سكبت ماء أو أي سائل فإنه سوف ينتشر أو يجري؟ أحسن، سوف يجري. لذلك جزيئات لها خاصية الانزلاق، لها خاصية الانزلاق، فالجزيئات تنزلق بعضها على بعض فيجري السائل. طيب، نأتي للمادة الصلبة، هل تحتفظ بشكلها أو يتغير شكلها لو وضعتها من إناء إلى إناء آخر؟ المادة الصلبة هل تحتفظ بشكلها؟ نعم، تحتفظ بشكلها. فلو جبت قطعة ثلج مثلا مكعبة وضعتها في هذا الإناء ثم وضعتها في هذا الإناء تظل كما هي مكعبة الشكل. طيب، هل تمتلك جزيئات في المادة الصلبة؟ نعم. هل بينهما قوة تجاذب؟ نعم، بينهما قوة تجاذب. طيب، قوة التجاذب قوية جدا ولا ضعيفة جدا؟ قوية جدا، لذلك لا تستطيع جزيئات المادة الصلبة للانتشار أو الانزلاق، بل تهتز في أماكنها فقط، فلا تستطيع الانتشار مثل جزيئات الغاز، ولا تستطيع الانزلاق مثل جزيئات السائل. ننتقل سؤال، هنا سؤال، تتحرك دقائق المادة، هل هي الغازية ولا السائلة ولا الصلبة بسرعة عالية وتتحرك بحرية بعيدا عن دقائق الأخرى، وش الجواب الصح؟ أحسنتم الغازية. معليش، عشان الوقت فقط، حالات المادة. أحسنتي عبير. طيب، في مقطع الفيديو كم مر علينا حالة للمادة؟ معليش، قطع عندي الانترنت. سؤال، اي نعم، حصل خلل في الموقع اتوقع. السؤال، في مقطع الفيديو كم حالة كانت؟ ثلاث حالات، ما هي الحالات الثلاث؟ الصلبة والغازية والسائلة. يا سلام عليكم. طبعا مع تطور العلم تم استكشاف أو الحصول على حالة رابعة، وأتوقع مرت عليكم. أحسنت يا عبد الرحمن، وأحسنت يا عبير وإيمان، وهي حالة البلازما، طبعا هذه الحالة متى تكون أحد عنده معرفة بهذه الحالة؟ متى تتكون؟ عند درجات الحرارة العالية جدا. أحسنت إيمان، عند درجات الحرارة العالية، وهذه موجودة مثلا في لمبات النيون، اللي هو اللمبات هذه داخلها تتكون حال المادة التي بداخلها، تصبح في حالة البلازما، تصبح في حالة البلازما وهي عند درجة حرارة عالية جدا.
وكذلك تحدث عند حدوث البرق في الغلاف الجوي، عند حدوث البرق في الغلاف الجوي. أحسنت يا إيمان، أحسنت يا إيمان. إذن حالات المادة اكتبها هنا بشكل سريع: 1 الصلبة، 2 السائلة، 3 الغازية، و4 البلازما. تفضل يا أخ ربيع، معنى الوقت داهمنا، ولكن يا ليت تسأل بسرعة. لا، الشمس ليست بلازما، الشمس ليست بلازما. طيب، حالات المادة ذكرتها الأربع، راح أتوقف عند نقطة تسمى درجة الانصهار. طبعا درجة الانصهار أقصد بها هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من حالة الصلابة إلى حالة السيولة. فأول ما تبدأ المادة تتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة، فإن هذه الدرجة بالضبط تسمى درجة الانصهار، تسمى درجة الانصهار. أما درجة الغليان وهي النقطة التي تثبت عندها درجة الحرارة عند تحول المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية. من يعرف كم درجة غليان الماء؟ درجة غليان الماء يعني النقطة التي تثبت عندها درجة حرارة الماء عندما تتحول من حالة غازية السائلة إلى الحالة الغازية. يا سلام عليك عبير، يا سلام عليك عبد الرحمن، 100 سيليزيوز أو 100 درجة مئوية. يا سلام عليك يا أحمد وشيماء وإيمان. أما الصفر فهي درجة تجمد الماء وليست درجة انصهاره. عندي مثلا غاز النيتروجين، غاز النيتروجين هل درجة غليانه نفس درجة غليان الماء؟ لا، هذه تعتبر خاصية فيزيائية، فأي مادة لها خاصية فيزيائية خاصة بها، لها كتلة خاصة بها، لها لون خاص بها، لها كثافة خاصة بها، وحجم خاص به، ودرجة غليان خاص به، ودرجة انصهار خاص به. النيتروجين وجد أنه درجة غليانه 195 تحت الصفر، 195 درجة مئوية تحت الصفر، أو سالب 195 سيليزيوس. هذه درجة غليان النيتروجين، بينما الماء يغلي عند 100 سيليزيوس، عند 100 سيليزيوس. فلاحظ الفروق ما بين درجة غليان الماء ودرجة غليان النيتروجين، وهذه أحد الاختلافات في الخواص الفيزيائية للمادة وهو درجة الغليان. خواص الفلزات، طبعا من أشياء من الأمور التي نصنف بها المواد وهي الفلزات واللا فلزات. تصنف المواد إلى فلزات ولا فلزات، فما هي خصائص؟ ما هي خصائص المواد الفلزية؟ راح تستنتجونها من خلال الصورة. طبعا هذه مادة فلزية وهو النحاس، وهو النحاس. تلاحظون وش اللي يميز هذه المادة؟ نعم، لها بريق ولمعان، لها بريق ولمعان. فهذه أحد الخواص الفلزية للمادة. فنقول هنا 1 لها بريق ولمعان. طيب هنا ماذا تستنتجون؟ لاحظوا أن هنا كان النحاس بهذا الشكل، أصبح بهذا الشكل. فماذا أقول؟ يا سلام عليك، لها قابلية الطرق والسحب. تلاحظون أن نستطيع أن نسحب هذه القطعة ونجعلها على شكل أسلاك، على شكل إيش؟ أسلاك. فنقول هنا لها قابلية
التشكيل والسحب. نستطيع أن نجعل هذه قطعة النحاس بأي شكل من الأشكال، عن طريق الطرق، عن طريق الطرق، أو نجعلها على شكل أسلاك عن طريق السحب، عن طريق السحب. هنا من يستنتج إحدى الخواص الفلزية، إحدى الخواص الفلزية؟ يا سلام عليك، الجذب للمغناطيس، الجذب للمغناطيس. أخيرا من يستنتج هنا إحدى الخواص؟ يا سلام عليك، قابلة أو موصلة للحرارة والكهرباء، موصلة للحرارة والكهرباء. طبعا تلاحظون هنا هذه بطارية، ماذا تنتج البطارية؟ البطارية ماذا تنتج؟ ماذا تنتج البطارية؟ كهرباء. أحسنت، تنتج كهرباء. طيب الكهرباء ينتقل عن طريق من؟ عن طريق من ينتقل؟ عن طريق الأسلاك، يا سلام عليك. وهنا سوف ينتقل التيار، سوف ينطلق التيار من البطارية وينطلق عن طريق الأسلاك حتى يصل إلى هذه القطعة. بما أن القطعة فلزية، فهل تستطيع توصيل الكهرباء من السلك الأول إلى السلك الآخر؟ نعم، فيستمر التيار الكهربائي عن طريق السلك. نلاحظ بعد ذلك ماذا يحصل للمصباح؟ سوف يضيء، بما أنه أضاء، هذا دليل على أن القطعة الفلزية هنا وصلت الكهرباء أم لم توصل؟ وصلت الكهرباء، وصلت إيش؟ الكهرباء. هذا يدل على أن المواد الفلزية لها قابلية توصيل الكهرباء. من يعطينا مثال آخر غير الحديد، غير النحاس؟ أجبتكم بدون قصد. من يعطيني أمثلة على بعض المواد الفلزية غير الحديد والنحاس؟ الذهب، يا سلام عليك، وكذلك الفضة، ممتاز. السؤال هنا طبعا غير موجود، راح أقرأ عليكم السؤال. السؤال كالتالي: هي النقطة التي تثبت عندها درجة الحرارة عند تحول المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية. مرة ثانية السؤال: هي النقطة التي تثبت عندها درجة الحرارة عند تحول المادة من الحالة السيولة إلى الحالة الغازية. أحسنتم، إجابة رقم 2. سؤال: الفلزات مواد غير موصلة للكهرباء وغير قابلة للتشكل. تفضل يا ربيع، تفضل يا ربيع، القلم لك، تستطيع الإجابة باستخدام القلم، حدد على الإجابة الصحيحة أو باستخدام المربع أو الدائرة، شوفها موجودة في الأيسر، في أيسر السبورة هناك علامة قلم وعلامة مربع، اضغط على واحدة منهما من ثم حدد على الإجابة الصحيحة. يا سلام عليك، إجابة صحيحة، تستاهل صفقة، صفق لك، تستاهل النجمة. طيب ننتقل للتقويم الختامي. مقدار الفراغ الحي أو الحيز الذي يشغله الجسم يسمى بشرة عن طريق الشات، علشان الوقت، يسمى ماذا؟ كتلة أم حجم أم كثافة؟ علشان الوقت هل يسمى كتلة؟ أحسنت عبد الله، يسمى حجم. عبد الله الوحيد الذي أجاب إجابة صحيحة، وربيع. سؤال آخر: أي الخيارات التالية يصف درجة الغليان؟ خاصية كيميائية أم فيزيائية أم تغير كيميائي؟ خاصية فيزيائية، أحسنتم.
ملخص الدرس: الخواص التغيرات الفيزيائية. الخواص الفيزيائية خدنا اللون والشكل والطول والكتلة والحجم والكثافة. من يعطيني خواص أخرى؟ من يعطيني خواص أخرى؟ درجة الغليان ودرجة الانصهار. طيب، حالات المادة ذكرنا 4 حالات: صلبة وسائلة وغازية وبلازما. سؤال: أيهما يمتلك أو الجزيء أيهما من هذه الحالات تكون جزيئاته في حركة انتشارية؟ أيهم؟ أحسنت، الغاز. طب أيهم قوة التجاذب بين جزيئاته قوية جدا؟ طيب أحسنتم، أيهم يتكون عند درجات حرارة عالية جدا؟ أحسنت، البلازما. كم درجة انصهار أو كم درجة غليان الماء؟ كم درجة غليان الماء؟ 100. طيب، خواص الفلزات ذكرناها: لها بريق ولمعان، قابلة للتشكل والسحب، موصلة للكهرباء، تنجذب للمغناطيس. بشكل سريع، كل واحد يعطيني مثال على فلزات، على مواد فلزية: النحاس، الضوء خطأ، الذهب، الحديد، الفضة. هل الألمنيوم يعتبر مادة فلزية؟ هل الألمنيوم؟ نعم. إذا هذا هو الدرس اليوم. بارك الله فيكم على الحضور. في أمان الله.